التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. يبدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي نشاطه اليوم في باريس بالمشاركة في الجلسة الافتتاحية للقمة الدولية ميثاق التمويل العالمي الجديد، حيث سيعرض الرئيس رؤية مصر فيما يتعلق بتطوير سياسات وممارسات بنوك التنمية متعددة الأطراف. وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إن هذه القمة تعقد بمبادرة فرنسية وبمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات للبلدان النامية والمتقدمة، وتهدف إلى معالجة الاختلالات الهيكلية الموجودة بنظام التمويل العالمي، مشيرا إلى وجود إجماع من جميع الدول سواء المتقدمة أو النامية على وجود أزمة حقيقية مركبة ومتراكمة بدأت بجائحة كورونا وتداعياتها المتراكمة حاليا والتي تفوق تأثيراتها أثناء انتشار الفيروس، ثم الأزمة الروسية الأوكرانية التي أدت إلى قصور شديد في سلاسل الإمداد والسوق الغذاء العالمية. وأضاف المتحدث أن مصر لديها أساس اقتصادي قوي نظرا للمشروعات الضخمة التي تم تأسيسها وإقامتها على مدى السنوات الماضية، مما أدى إلى القدرة على امتصاص هذه الصدمات والصمود في مواجهة الأزمات. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتمام مصر بأن يمثل التعاون مع شركة الخطوط الملاحية الفرنسية العالمية قيمة مضافة وطفرة نوعية في تطوير ميناء الإسكندرية الكبير، بما يعزز من نشاط الميناء على المستويين الإقليمي والعالمي. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي بباريس رئيس شركة الخطوط الملاحية الفرنسية العالمية رودولف سعادة، والذي أشاد بدوره بمناخ الأعمال في مصر الذي يشهد تطورا إيجابيا متسارعا، مؤكدا تطلع الشركة لتوسيع التعاون مع الجانب المصري في إدارة موانئ إضافية، وذلك في ضوء الحجم الضخم للمشروعات التنموية الجاري تنفيذها في مصر والتي تمثل فرصة كبيرة وسوقا واعدا لاستقبال كبرى الشركات الأجنبية للاستثمار في مختلف المجالات. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص مصر على زيادة نسب توطين الصناعة والتكنولوجيا في الأنشطة المشتركة مع شركة ألستوم الفرنسية، مع الاهتمام كذلك بإنشاء مراكز لتدريب الخبراء المصريين للاستفادة من الخبرة الأجنبية في نقل المعرفة. وخلال استقباله بمقر إقامته بالعاصمة الفرنسية باريس رئيس مجموعة ألستوم الفرنسية هنري بوبارك لافارج، أشاد رئيس السيسي بالتعاون البناء مع شركة ألستوم وغيرها من الشركات الفرنسية، وذلك في إطار العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وفرنسا، وأيضا الخبرة الكبيرة لهذه الشركة في كافة المجالات في ضوء عملية التنمية الشاملة. من جانبه أكد رئيس الشركة الفرنسية التزام الشركة التوسع في أعمالها بمصر، خاصة في ظل الفرص الاستثمارية الواعدة التي يوفرها قطاع النقل العام المصري، والتي تعد بمثابة بوابة لتعظيم استثماراتهم في المنطقتين العربية والإفريقية. أعلن الجيش السوداني أن قواته وصلت عملياتها بالخرطوم ضد الدعم السريع بعد انتهاء وقف إطلاق النار. وفي بيان له قال الجيش السوداني أن قواته تواصل عملياتها في منطقة العاصمة الخرطوم بعد انتهاء الهدنة التي استغلها الدعم السريع في حشد قواته وارتكاب عدة انتهاكات بحق المدنيين، موضحا أنه تم إحباط هجوم على القوات السودانية في أم درمان ورئاسة الاحتياطي المركزي بالخرطوم، كما تم إسقاط طائرة مسيرة وتدمير عدد من المركبات القتالية. وصف منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي الهند بأنها لاعب عالمي يصدر الأمن والاستقرار لمنطقة الإندو باسيفيك. وبمناسبة زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الحالية للولايات المتحدة، قال كيربي إن واشنطن تتطلع لتعميق العلاقات مع الهند لأن الهنود يصدرون بالفعل الأمن لمنطقة الإندو باسيفيك وما وراء حدود هذه المنطقة أيضا، كما أنهم يساهمون في الحوار الرباعي مع الولايات المتحدة واليابان وأستراليا بشأن أمن المنطقة.
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو لاحظت هدوءا في الهجوم المضاد الذي تشنه أوكرانيا، وأن كييف تكبدت خسائر فادحة في هجمات بالجنوب. وأضاف بوتين أن الحرب الدائرة منذ 16 شهرا قد وصلت إلى نقطة حاسمة مع الهجوم الأوكراني المضاد الذي طال انتظاره، مشيرا إلى أنه من الغريب أن يكون هناك هدوء في الوقت الحالي. وأضاف بوتين أن السبب في ذلك هو تكبد أوكرانيا خسائر فادحة في الجنود والعتاد. أشاد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي بعقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة ضد روسيا، وأكد زيلنسكي على ضرورة أن تكون روسيا في عزلة تامة. وأعلنت الرئاسة السويدية للاتحاد الأوروبي موافقة سفراء الاتحاد الأوروبي على الحزمة 11 من عقوبات ضد روسيا، والتي تتضمن حزمة تدابير تهدف إلى مواجهة الإجراءات التي تتخذها روسيا للتحايل على العقوبات. Кожне таке збиття – перший фронт. Жорсткі бої – південь. Знищуємо ворога – Донеччина. Знищуємо ворога – Куп'янський напрямок. Yeah, of course.